أن دفة قيادة إيران أسهل من دفة قيادة الطائرات، فباتت العقبات الفنية التي تصيب الطائرات سمة ترافق حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية منذ زمن. ثلاثة مرشحين جمعت بينهم الصدفة بعطل فني في طائراتهم، كما في الذاكرة الإيرانية وتحديدا قبل 12 سنة عطل فني في الطائرة التي حملت الرئيس محمد خاتمي كادت أن تعطل ترشحه لولايته الثانية. من جديد تتكرر الحادثة مع عدد من المرشحين، حتى المحافظين لم يسلموا من الأعطال، فالمرشح محمد باقر قليباف، هذا الطيار الذي تفرغ من المعاهد الإيرانية والفرنسية للطيران، وقع العطل فمارس خبرته لمتابعة التحليق. المرشح المستقل محسن رضائي ما لبث ينتظر وقتا طويلا في مطار مهر أباد حتى أقلعت فيه طائرة أخرى إلى محافظة مازندران. عطل فني قبل الإقلاع وبعده أصاب طائرة المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف الذي كان في طريقه إلى محافظات غرب إيران، ما اضطره للعودة إلى العاصمة الإيرانية. نادين خماش، العربية.